هكتار وإلى 50 هكتار طاقة استيعاب إلى 900 سكن المدير العام للسكن. هذه هي الأحياء اللي نقوم بإنجازها الآن، أحياء مكتملة بجميع المرافق. يعني كل مبروك لساكنة ولاية ورقلة، هذا المشروع المكتمل 2000 وحدة سكنية عمومي إيجاري بكل المرافق العمومية اللي لازم تمشي معها. الآن في 7 أشهر 8 أشهر نتحصل على 400 سكن. هاد مدة الإنجاز اللي كنا نعملها في الولايات في الشمال، احنا نعملها الآن في الجنوب. يعني نفس الوتيرة ونفس نوعية السكنات نوفرها في ورقلة.